لو حبيت أنك تضيف تاريخ نزول الرواتب إلى التقويم الرسمي في الآيفون أو الأندرويد، كل اللي عليك أنك تضغط على الروابط اللي موجودة في وصف الفيديو وراح تنضاف معك. لكن لو حبيت أنك تزامنها مع كل أجهزتك عن طريق الآي كلاود، لازم تدخل عن طريق الماك وتضغط على الرابط، فالآن راح يفتح تطبيق الكالندر وتضغط على سبسكرايب. فالآن من هنا لازم تختار آي كلاود، طبعا أنا غير مظللة عندي لأني سبق لي إضافتها. فالآن على سبيل المثال لو حبينا نجرب، بنلاحظ أنه انضاف تاريخ نزول الرواتب إلى التقويم الرسمي على الماك. الآن على الآيفون لو كنت مفعل الآي كلاود راح تحصلها في قائمة الكالندرز اللي موجودة عندك. وللتجربة لو دخلنا على أي يوم الآن وتأكدنا أنه العلامة اللي فوق غير مظللة، فبنحصل الرواتب انضافت إلى التقويم عن طريق الآيفون وتم مزامنتها عبر الآي كلاود. أتمنى الفيديو أعجبكم، يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم.